بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين الغيدق سبورت. تأجيل الجولة السابعة من الدور السوري الممتاز لكرة القدم حتى يتاح الفرصة لمنتخبنا السوري الأول للرجال والأولمبي للاستعداد للاستحقاقات القادمة. تثبيت مباريتين وديتين لمنتخبنا السوري مع منتخبين عالميين. قبل ما ندخل بالتفاصيل، بالنسبة للناس اللي ما عم توصلها إشعارات الفيديوهات، فصار لازم تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، وما تنسى تدعمني بلايك وكومنت. طبعا الدوري السوري اللي كان راح ينطلق بالجولة السابعة أو بالمرحلة السابعة راح يتوقف حاليا حتى يتاح للمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول للرجال للاستعداد للاستحقاقات القادمة. طبعا راح يتوقف الدوري لغاية تاريخ 25 من تشرين الثاني. وأخيرا اتحاد الكرة عم يثبت مباريتين وديتين لمنتخبنا الأول للرجال لكرة القدم. المباراة الأولى راح تكون مع المنتخب الجزائري. طبعا الجزائر منتخب قوي جدا، محاربو الصحراء. راح تكون المباراة في الإمارات بتاريخ 13 نوفمبر من الشهر القادم. مباراة راح يواجه فيها منتخبنا السوري المنتخب الجزائري الشقيق. مباراة قوية جدا، مباراة يعني خلونا نقول عم نطلع من جو المنتخبات الآسيوية، عم نواجه منتخب إفريقي قوي جدا. المنتخب الجزائري طبعا راح يلعب باللاعبين المحليين وليس اللاعبين يعني مكتمل الصفوف. يعني اكيد مثل ما بتعرفوا اللاعب المخضرم فخر العرب رياض محرز اللي متواجد حاليا بنادي مانشستر سيتي ما راح يكون ابدا متواجد بالمباراة الودية. راح يتم اعتماد منتخب الجزائر على اللاعبين المحليين. حتى اللاعبين المحليين اكيد مستواهم عالي جدا. مستوى المنتخب الجزائري يعني متطور جدا بمراحل بعيدة جدا عن منتخبنا السوري. مباراة خلونا نقول فيها نوع من التنوع. منتخبنا راح يواجه منتخب افريقي بطريقة جديدة بافكار جديدة. اكيد هذا التماس مع المنتخب الافريقي راح يولد عندنا نوع من الخبرة، نوع من التنوع باللعب، نوع من خلونا نقول نتعرف اكثر على الطرق الجديده لكره القدم. مباراه بصراحه فعلا تحسب لاتحاد الكره بتثبيت هاي المباراه. طبعا المباراه اللي حكينا مقامه بالامارات. المباراه الثانيه راح تكون ايضا مع منتخب قوي جدا جدا يا شباب، مباراه مع المنتخب البيلاروسي او منتخب روسيا البيضاء. الماتش راح يكون اكيد قوي كتير من منتخب بيلاروسيا، وخلونا نقول في عدم تكافؤ او عدم توازن بين المنتخبين. فراح نشوف منتخبنا بكل حياديه، راح نوقف على منتخبنا بكل حياديه، راح نوقف على مستوى منتخبنا، لانه اكيد هاي المباريات اللي بتستفاد منها، هاي المباريات اللي بتشوف فيها مستوى المنتخب. بينما انك تلعب مع الفلبين وتفوز على الفلبين ب10-0 او 11-0 او 7-0، هاي مباريات ابدا ما بتفيد المنتخب، ابدا ما بتخليك تعرف مستوى منتخبنا. بينما لما تواجه منتخب الجزائر، المنتخب المصري، المنتخب الياباني، المنتخب الإيراني، المنتخب بيلاروسيا، منتخبات قوية جدا، منتخبات صعب جدا الفوز عليها، لكن هاي المنتخبات بتخليك تعرف مستوى كل لاعب، بتخلي المدرب يوقف على مستوى المنتخب. طبعا مباراتنا مع بيلاروسيا او روسيا البيضاء راح تكون بتاريخ 17 نوفمبر، يعني بعد 4 ايام من مباراتنا مع المنتخب الجزائر. ايضا المباراة راح تكون مقامة بالامارات العربية المتحدة. طبعا بالنسبة للتوقيت وقنوات الناقلة، لغاية اللحظة ما تم اعلان توقيت المباراة ولا تم اعلان ايضا اي قناة ناقلة لغاية اللحظة، يعني ما تم تنسيق هذا الامور او هي المواضيع ما تم الشغل عليها لغاية اللحظة. بالنسبة للقائمة ايضا ما تم استدعاء او ما تم صدور القائمة التي ستلعب هاي المباراة. يعني لغاية اللحظة نحن ما بنعرف ابدا اسماء اللاعبين اللي راح تشارك، لكن بنتمنى من الكابتن حسام السيد نشوف اسماء جديدة. يعني بنتمنى يخرج من عمرو ميداني وابراهيم علمي والاسماء التقليديين. بنتمنى نشوف منتخب جديد، بنتمنى نشوف عبد الرحمن ويس، بلال حلبوني، نشوف الاسماء الجديدة، نشوف محمد عثمان عم يرجع، نشوف اياز عثمان. يعني نتمنى نشوف الاسماء الجديدة والابتعاد عن الاسماء القديمة، وكونها يعني خلونا نقول فيها فائدة مادية للاعبين لأنها تعتبر كبعثة أو مهمة خارجية. فبنتمنى عدم إدخال الواسطات بوجود عمرو ميداني ووجود اللاعبين المحليين، وأخذ فرصة اللاعبين اللي هم أكثر كفاءة يعني خلونا نقول بالعامية بيستاهلوا أكثر يكونوا متواجدين. فبنتمنى الاعتماد على اللاعبين الأكثر جهوزية والأكثر كفاءة وليس الأكثر واسطة. مباريات فعلا
راح تخلينا نعرف هسه منتخبنا ومستوى الكابتن حسام السيد. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا السوري، وان شاء الله نشوف الاسماء واللاعبين اللي بيستاهلوا فعلا يتواجدوا بالمنتخب، مباريات فعلا قوية، ومباريات ان شاء الله راح يستفاد منها منتخبنا ونتعلم فيها كل نقاط ضعفنا وكل اخطائنا، نتعلم من هاي المباريات، لان المباريات الودية هي اللي ممكن نحنا نتدرك فيها اخطائنا ونتعلم من اخطائنا قبل الاستحقاقات وقبل الدخول بالمباريات الرسمية. هاي كانت اغلب التفاصيل اللي كنت حاب اخبركم فيها. طبعا الاخبار مثل ما تعودتوا علي بشكل رسمي وبشكل مؤكد 100%، يعني ما عندنا اي اخبار اشاعات او الصياده مثل ما بيقولوا بالماء العكر. بالنسبه للتوقيت وتفاصيل النقل التلفزيوني لغايه اللحظه ما في اخبار، اي اخبار راح توصلنا راح اكيد نخبركم فيها. انتظرون بفيديوهات جديده، وما تنسوني من دعمكم، تبقوا بخير وصحه وسعاده. السلام عليكم.